سعدية وربة بيت، عندي 5 الوليدات والزوج ديالي. خرجت باش نتعاون أنا وياه، عندي الدوك في الدراسة الإسلامية ولكن ما خدمناش. الزوج ديالي تو عنده الدوك في سيونس إيكونومي ما خدمش. عندنا 5 الوليدات كنتعافوا على قبلهم تا هما باش يقراو وينجحوا، ولكن بغينهم يخدموا ماشي بحالنا حنايا. بحال دروك أنا عندي تويمين تبارك الله، راه واحد غادي يدير الدكتوراه، واحد عنده لا ليسونس في سميتو في البيولوجي في لابوغاتوار، باغي ما تحركش، شد واحد لابوغاتوار باغي ما تحركش. وعندي بنيه كدير سميتو دوزيام اني سيونس ايكونومي، وبنيه اخرى عندها بومي باك ووليد في الكاتريال. وخرجت باش كنسترزق على وليداتي، رزق الحلال الطيب، حيت اي مراه الا ما عندها زعما كاين تخرج كاين الحلال الطيب تفحت عليه. هذا المشروع انا درتو لقيت فيه حياتي، ولقيت فيه حيت كنعيش مشاكل في الدار، مشاكل في هذه وسمعتي. ولكن انا ملي خرجت هذا المشروع نسيت ديك المشاكل، نسيت كل شيء، كنفكر في حياه اخرى. رسمت الهدف ديالي باش نوصل ليه. انا الحمد لله كنت كنعيش مشاكل مزريه في البيت عندنا، مزريه ما الا نقولها ما نقدرش نقولها، ولكن مزريه كتبكي. ولكن ملي خرجت الى درجه انا وليت بحال يمكن قاريه، ولكن مابقيتش قاريه. ولكن ملي خرجت عاد وليت كنعرف، عاد بحال عرفتني بحياتي الاولى، كنت كنقرا وكنت كندير وداك الشيء. هادشي علاش انا خرجت على قبل الوليدات ديالي باش نسترزق عليهم. بغيت هما يوصلوا حتى هما، ولكن ماشي بحالنا حتى هما يتحدوا غير قراو وجلسوا. لا، يقلب الانسان، لا قلب يلقى. سوا جات الخدمه من عند الله، تجي ما جاش راه كاينين يدارو. وهاد المشي الحمد لله هاد الكرا راه حتى هما كنلقاو فيه الرزق ديال وليداتنا. وكاين شي وحدين ما بغاونش، ان مرا كيقولوا مرا في السوق ما خصهاش تبيع. لقيت مشاكل عويصه بزاف، مشاكل عويصه تضربت فيها، ما خليت سب ما وكل. الحمد لله دابا الحمد لله والشكر لله، انا درك في السن ديالي 52 سنه، الحمد لله والشكر لله. بعدا كنقري بيه كنكسبي وليداتي، واخا ما كنخممش راسي بقدر ما كنخمم ولادي انايا. غير الطون كنبيع، غير الطون راه مكتوبه هنايا، راه مكتوب حتى ان الناس ملي كيدوزوا كيلقاو كتبت انا الرجل ومراته. انا كتبت هذا العنوان حيت كيقلبوا، حيت الناس كيقلبوا على الرجل ومراته، انا كتبتها. وحتى اللي كيدوز كيبدا يضحك، كتجي غريبه ديك الرجل وزوجته، صناك الرجل وزوجته كتجي غريبه. المهم واش بحال كيف كيصورها. انا عندي عاديه الرجل وزوجته، عندي عاديه بانها تكتب راجعين. الزوج والزوجه كيتعاونوا على قبل الوليدات، على قبل المشاكل، باش ما يبقاوش الانسان يفكر في المشاكل فقط، يفكر بان راه كاين واحد المشروع خصو يديرو وهدف يوصل ليه. ضروري من الهدف غادي يوصل ليه، ان يبلغ وليداته داك الشيء اللي بغيت. ولكن الحمد لله انا بلغت وليداتي، الحمد لله مازال كنتمنى لهم الخير. انا كنفيق بنتي مع 6 الصباح كنصلي، كنقرا الورد ديالي، كنقرا القران، كنبدا نطيب فطور وليداتي، كنفيق. هذا نوض 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 ديال المدرسه، وصلات نوضات معايا خصك تدخل، كنبدا نفيق فيهم، نوضو تفطرو كنفطرهم، كنوجد لي ساندويتش ديال كل واحد اللي غادي يدي معاه. عاده كنصيفطهم كنطيب الغداء ديالهم باش يجيو وليداتي، ما عرفناش كيجي ما عرفناش خصو يلقى الغداء ديالو. عاد كنبدا نطيب داكشي، نقرد البطاطا، نقرد الروز، نقرد الخضره، عاد كنجي نوجد داكشي. كيجي الزوج ديالي كيجي الطابله هو الاول، عاد كنلحق عليه انا، كنجي باش نصوبوا الطابله وكل شيء ونبدا نبيع ان شاء الله. كان مع العشاء كتلقانا كملنا الحمد لله، كنديو داك الرزق، كنقرا عليه القران باش ربي يبارك ليا فيه، لان راه صعيب رزق الانسان باش يلقاه، راه صعيب. وحتى هاد الخدمه راه صعيبه بالنسبه للمراه، لان كتبقاي واقفه النهار كله، وجهك كيضروك، رجلك بنتي كيضروك، وحق لا اله الا الله كيضروك. كتمشي للدار عيانه، بغيتي غير تكي باش كتفيقي ثاني توجدي راسك. لا غد لاخر، لا غد لاخر، ان المراه راه كتعب. المراه اللي كتبحث على رزقها تلقاه، ما تمشيش لاي بلاصه من غير تبحث على رزق تلقاه. رزق الحلال الطيب تلقاه، ما تمشيش لبلايص اخرين خايبه. خاص المساعده الانسانيه، المساعده. الا ما جات المساعده مني ومنك، من الاب والوالدين ومن الاولين، عاد المسؤولين كتجي حتى هما متابعين. حيت المسؤوليه، شو حنا وليداتنا 5 كيغلبوني، فما بالك ان واحد كيشد امه راه غادا تغلبو. راه الغل انه كيوزع المهام ديالو،
موزع المهام ديالو على الاخرين الناس اخرين باش يساعدوا الناس، حيت لما جيتي تساعد اولادك ولاد الامه شباب المستقبل الشباب اللي غتعول الامه، راه ما عاونتيه انت وعاونتيه وساعدتيه راه ما كاين حتى شي حل ليه مسكين.